السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. مواكبة لنمو حركة الطيران، تدشين مركز مسقط للمراقبة الجوية ليستوعب أكثر من 1500 طائرة يوميا. الأمم المتحدة تقر تشكيل فريق لجمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا، وعمليات الإجلاء في حلب تدخل مرحلتها الأخيرة تحت أنظار مراقبين دوليين. وفي أخبار الاقتصاد مشاهدينا نتابع. نفط عمان يسجل انخفاضا عن جلسة يوم أمس، ومنظمة أوبك تتوقع عودة التوازن لأسواق النفط مطلع العام المقبل. وتتابعون في النشرة الرياضية. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ينهي العام 2016 في المركز 21 بعد المئة في التصنيف الدولي للفيفا. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية شكر جوابية من أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ردا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان. أعرب فيها عن بالغ شكره على ما عبر عنه جلالة السلطان المعظم من طيب المشاعر وصادق التعازي والمواساة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور كيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته له بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب الياباني الصديق باطراد التقدم والرقي والازدهار. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، فأنعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني، تقديرا لإخلاصهم في خدمة وطنهم وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس. رعى المناسبة التي أقيمت بمعسكر بيت الفلج معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، حيث قام معاليه بتقليدهم ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني، وهنأ الضباط والأفراد بهذا الإنعام السامي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء لرفعة هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. حضر المناسبة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني، والعميد الركن محمد بن يوسف الحارثي كبير ضباط الأركان بالحرس السلطاني العماني. عقد مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب اجتماعه الأول اليوم برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الجائزة بمكتب معاليه في مسقط. ورحب معالي السيد رئيس المجلس بالأعضاء
مؤملا تضافر الجهود للرقي بهذه الجائزة بما يحقق أهدافها والرؤية السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه منذ إنشائها. تناول الاجتماع عرضا موجزا لدورات الجائزة ومجالاتها خلال دوراتها السابقة، كما تداول الأعضاء مهام المجلس وآلية سير العمل استعدادا للدورة السادسة للجائزة للعام 2017، والتي سيكون التنافس عليها على مستوى العرب في مجالات ثلاثة هي الدراسات الاقتصادية عن فرع الثقافة، والتصميم المعماري عن فرع الفنون، والنقد الأدبي عن فرع الآداب. هذا وقد أصدر معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني قرارا اشتمل على تحديد أعضاء مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، متضمنا مجموعة من المهام والاختصاصات التي أنيط بها المجلس من رسم السياسة العامة للجائزة وسبل تطويرها. ويترأس معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي مجلس أمناء الجائزة، ومعالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الإحسني وزير الإعلام نائبا للرئيس، وسعادة حبيب الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا لسر المجلس، وبعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين وهم الدكتور عبد السلام المسدي من الجمهورية التونسية، ومحمد يوسف القعيد من جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد بن علي البلوشي أكاديمي بجامعة السلطان قابوس، والدكتور ناصر بن حمد الطائي مستشار مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية. بتكلفة تجاوزت 25 مليون ريال عماني دشن مركز مسقط للمراقبة الجوية ليكون إضافة لخدمات الملاحة الجوية في السلطنة والشرق الأوسط. وبتشغيل المركز سترفع السلطنة كفاءتها المقدمة لأكثر من 1500 طائرة تستخدم المجال الجوي العماني يوميا. رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. ذهابا وإيابا تمر في سماء السلطنة طائرات تنطلق من أهم مطارات العالم. كابتن، I want to update you about the medical case. We already gave her an oxygen, but still she's not feeling well. In 10 minutes we'll be in Muscat. No special required. We'll be met by the ambulance. Advise the cabin and keep the cabin secure. Sure, Captain. حالات للطوارئ قد تحدث خلال مرور الطائرة على أجواء السلطنة. الحل الاتصال المباشر عبر مركز مسقط للمراقبة الجوية الذي دشن ليرفع كفاءة المراقبين للتعامل مع أكثر من 1500 طائرة تستخدم المجال الجوي العماني يوميا. مركز مسقط للمراقبة الجوية بهذه النقلة النوعية يعني وضعت عمان على الخارطة العالمية، وتبوأت السلطنة في الملاحة الجوية مكانة مرموقة، خاصة إذا ما شاهدنا التقنيات العالية التي يحتويها هذا المركز والجهود اللي بذلت في إنشاؤه وتصميمه. وما يثلج الصدر أن نجد أن الكادر العماني من شبابنا الوطني قام وساهم بصورة إيجابية وأساسية في الإعداد لهذا المركز. مفخرة لكل عماني أن يكون هناك مركز على هذا القدر من التقنية العالية، تعتبر يعني هذه الأجهزة هي الأحدث والأفضل على ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي ولكن على مستوى العالم. آناء الليل وأطراف النهار هؤلاء المراقبون أنظارهم تشخص إلى السماء عبر شاشات بحجم 56 بوصة تستخدم لأول مرة في العالم، مع القدرة على تبادل معلومات الطيران مباشرة مع مراكز المراقبة في الدول المجاورة، وتوفر لأدوات الإنذار المبكر للمراقبين للحفاظ على سلامة الطيران. دور المراقب الجوي هو تسهيل مرور الطائرات في أجواء السلطنة القادمة من الشرق متجهة إلى الغرب أو العكس. بحكم موقع سلطنة عمان الجغرافي الحساس فإن أكثر رحلات الطيران تمر من سواء قادمة من شرق آسيا مرورا إلى أوروبا أو الطائرات التي ستقوم بالهبوط في مطارات السلطنة والمطارات الإقليمية المجاورة.
تركيب الأجهزة وصيانتها كان بكادر عماني 100%. إن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة الشاب العماني متى ما يعطي الفرصة كاملة للتدريب والتأهيل. مئات الآلاف من الرحلات العابرة في أجواء عمان وملايين المسافرين يحلقون عبرها في مأمن وسلام. مع تدشين مركز مسقط للمراقبة الجوية سيرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني الذي يتميز بموقعه الفلكي وحيوية مساراته التي تربط بين أهم مطارات العالم. من مركز مسقط للمراقبة الجوية فارس بن جمعة الوهيبي مسقط. أعلنت فرنسا عن تنظيم مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط في 15 من يناير المقبل، ولكن في غياب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت باريس إن المؤتمر يهدف إلى تجديد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين. من جانب آخر، أجل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار تقدمت به مصر يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية بحسب دبلوماسيين. وقال الدبلوماسيون إن القاهرة طلبت تأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه. وإلى الملف السوري، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل مجموعة عمل مهمتها جمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا في خطوة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام القضاء. قرار الجمعية نص على وضع آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، وسيقوم فريق العمل بالتنسيق مع لجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في 2011، وسيمهل القرار الأمين العام للأمم المتحدة 20 يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الأمم المتحدة. أعلنت الأمم المتحدة عن نشر عشرات المراقبين في شرق حلب لمراقبة المرحلة الأخيرة من عمليات الإجلاء قبل سيطرة الجيش السوري عليها. من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عملية إجلاء آخر المدنيين والمقاتلين المتبقين في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي حلب سوف تكتمل في الساعات المقبلة، وأن 4000 من الأشخاص المتبقين سوف يتم إجلاؤهم خلال تحضير 40 حافلة ومئات السيارات الخاصة. وبحسب الأمم المتحدة فإنه تم نقل حوالي 25000 مقاتل ومدني على متن حافلات إلى خارج حلب. من ناحيته، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا إلى وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا لتفادي أزمة شبيهة بتلك التي شهدتها حلب مؤخرا، مرحبا في الوقت ذاته بعقد محادثات سلام سورية بأستانا التي اقترحتها روسيا بدعم من إيران وتركيا. من الضروري في أسرع وقت ممكن وقف الأعمال العدائية في مختلف أنحاء سوريا لتفادي معركة فتاكة أخرى كتلك التي شهدتها حلب. نرحب بمبادرة أستانا، سوف نرحب بأي مبادرة أخرى في هذا الاتجاه حتى يتسنى لنا الوصول كما كنا نأمل دوما إلى نوع من المشاركة الدولية الشاملة، فالأولوية تبقى لوقف الأعمال القتالية. اندلع حريق هائل في مدينة إيتواغاوا شمال غرب اليابان مسببا خسائر في حوالي 140 مبنى، لكنه لم يؤدي إلى سقوط ضحايا. وقال مسؤول في فرق الإطفاء إن عمليات الإطفاء مستمرة، وأنه تم إرسال 17 شاحنة إطفاء إلى المكان، وأصدرت السلطات أمرا بإجلاء 586 شخصا من المناطق المحيطة بالحريق. الحريق اندلع في مطعم صيني وامتد إلى أجنحة ومبان أخرى، وتسبب في إصابة امرأتين بإصابات طفيفة.
الفقرة العاشرة مساء مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها ولكن بعد قليل. معلم وطلبة مدرسة السعيدية بمسقط يحولون مساحات فارغة إلى واحات خضراء. لا تقلق، هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة. عنترة جولد ثمينة. جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. مواكبة لنمو حركة الطيران، تدشين مركز مسقط لمراقبة الجوية ليستوعب أكثر من 1500 طائرة يومية. الأمم المتحدة تقر تشكيل فريق لجمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا، وعمليات الإجلاء في حلب تدخل مرحلتها الأخيرة تحت أنظار مراقبين دوليين. عقدت اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية اجتماعا لها بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، منها الاستعدادات الجارية ليوم التصويت المقرر في 25 من ديسمبر الجاري، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. ترأس الاجتماع سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية. رفع المشاركون في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الذي استضافته السلطنة وبمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. أعرب فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان على استضافة السلطنة لهذه الاجتماعات، مثمنين ومقدرين الدور الكبير الذي تقوم به السلطنة في دعم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، الأمر الذي له بالغ الأثر في نشر هذه الرياضة محليا وإقليميا ودوليا. وقعت وزارة التعليم العالي وشركة تنمية نفط عمان اتفاقية تعاون في مجال الابتعاث الداخلي. الاتفاقية تنص على تمويل 141 منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس داخل السلطنة للعام الأكاديمي 2016-2017 في التخصصات الهندسية والإدارية والتجارية وتخصصات نظم المعلومات بتكلفة تبلغ 3,060,900 ريال عماني. وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، ومن جانب الشركة عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة. توسعة ميناء دبا وإصدار تصاريح السفن الحرفية أبرز نقاشات لقاء أهالي محافظة مسندم بمعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية. الملتقى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة
ناقش أيضا عددا من مطالب الأهالي المتعلقة بالثروة الزراعية والسمكية. تأتي أهمية الزيارة التي قام بها وزير الزراعة والثروة السمكية لمحافظة مسندم والالتقاء بالمواطنين والوقوف على الاحتياجات الضرورية والأنشطة المرتبطة بالقطاعات الحيوية والتي تمس حياة المواطن بالمحافظة، لها الأثر الكبير لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات. محافظة مسندم لديها الكثير من المقومات خصوصا فيما يتعلق بالجانب السمكي والسياحي. احنا الحقيقة عملنا مشروعات طموحة، الخطط والبرامج والتصاميم ودراسات الجدوى كلها اكتملت. بعض هذه المشروعات بمراحل معينة تم البدء فيها، بعضها انتهت، لكن لدينا أيضا مشروعات قادمة ستغير النشاط السمكي في محافظة مسندم. تم التطرق في الملتقى إلى توسعة الموانئ في المحافظة وضرورة الإسراع بالبدء بمشروع ميناء الصيادين بولاية دبا لأهميته في رفد القطاع السمكي بالولاية، والسماح بإصدار تصاريح السفن الحرفية كونها تخدم المواطن بالدرجة الأولى، وإنشاء سوق للأسماك والخضروات والفواكه بخصب، واستثناء المحافظة من نسب مساحات البناء السكني في المساحات الزراعية نظراً لشح الأراضي وصغر مساحتها. تحديد لجنة مختصة بها لتطوير هذه الولاية، وبالتالي تأتي هذه الزيارة لبحث مجالات التطوير في القطاع السمكي والزراعي والحيواني، وأيضاً الوزارة عملت حقيقة على تطوير منظومة القطاع السمكي في هذه المحافظة العريقة بإنشاء وتطوير الموانئ الصيد الحالية القائمة، تطوير جذري يكاد يكون فيما يتعلق في الأنشطة السمكية والأنشطة السياحية والمنظومة الأمنية أيضا في هذه الموانئ. كذلك طالب المواطنون تسهيل عملية التسويق للمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية عبر المنافذ الحدودية وإيجاد شركات من السلطنة مستثمرة في تلك القطاعات وزيارة الدعم في البيوت المحمية وحظائر الحيوانات بالمحافظة. خديجة بنت سليمان، الشحية، محافظة مسندم. الأخبار الاقتصادية مع الزميل أحمد بن راشد الهنائي. أحمد، مساك الله بالخير، أهلا بك معك. مساء النور خالد. إليك. شكرا خالد، تفاصيل أكثر بعد قليل. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم مشاهدينا. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم اليوم 52 دولارا و 51 سنتا للبرميل. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ دولارا واحدا وأربعة سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 53 دولارا و 55 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يناير المقبل بلغ 44 دولارا و54 سنتا للبرميل. توقع رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك في مؤتمر بالقاهرة عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط مطلع العام المقبل. وتراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية اليوم متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة، لكن تراجع الأسعار كان محدودا بفعل ضعف الدولار والتفاؤل بأن منتجي الخام سيلتزمون باتفاق لتقييد الإنتاج من إنعاش الأسواق. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار
علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. استمتعي بألذ الأطباق مع لبنة الصفوة الفاخرة. نحو 215 ألفاً عدد المؤمن عليهم النشيطين في القطاع الخاص داخل السلطنة، هذا ما أشارت إليه آخر الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي لعام 2016. قرابة 215 ألف موظف عدد المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص داخل السلطنة، وبلغ إجمالي حالات التسجيل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 53 ألف حالة، وتركز أغلبية المؤمن عليهم في الفئة العمرية بين 26 و30 سنة، وبما نسبته 24% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين. أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم فقد بلغ 651 ريالا عمانيا، وينعكس ذلك على مدى إقبال الشباب العماني على العمل في القطاع الخاص. كما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكثر من 1800 مؤمن عليه حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، ويعكس ذلك مدى وعي القوى الوطنية بمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية. وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم، حيث قارب 11 ألف مؤمن عليه، وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعاتهم. أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصلت عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 إلى نحو 14 ألف حالة، وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 40%، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة بنسبة 33% من إجمالي حالات المعاشات المصروفة الناتجة عن سبب غير مهني، وما نسبته 34% من الإجمالي. ثم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني، وشكلت ما نسبته 19%، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 3% و4% على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية نوفمبر الماضي. بينما بلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى خلال العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر نحو 49 ألف حالة انتهاء خدمة. أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 5736.51 نقطة، مرتفعا ب8.4 نقاط وبنسبة 0.15%، وبلغت قيمة التداول نحو 4,081,000 ريال عماني، مرتفعة بنسبة 52.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.82% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 17 مليارا و210 ملايين ريال عماني. ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد.
نظمت وزارة الصحة ملتقا حول أسس الممارسة الصيدلانية الجيدة، استهدفت الصيادلة العاملين في القطاع الخاص وذلك لرفع مستوى الأداء العملي والمهني لديهم. الملتقى الذي شارك فيه نحو 500 صيدلاني اشتمل على العديد من حلقات العمل تناولت موضوعات مختلفة في جديد الصيدلة. لفيف من الصيادلة العاملين في المراكز الخاصة بمختلف محافظات السلطنة اجتمعوا هنا في مسقط من أجل تطوير وتنمية مهاراتهم وخبراتهم والتعرف على ما هو جديد في عالم الصيدلة، كونهم جزءا مهما من المنظومة الصحية في المجتمع. الهدف من هذه الفعالية هو رفع مستوى الممارسة الصيدلانية خاصة في القطاع الخاص، حيث أن هذا القطاع الآن يكبر يوما بعد يوم، ومن الواجب علينا احنا كمسؤولين مثلا في وزارة الصحة الرقابة على هذه المؤسسات، حيث أنها تؤدي وتقدم خدمة ذات جودة عالية للمرضى في هذه المؤسسات الخاصة. نحو 500 مشارك في هذا الملتقى من الصيادلة ومساعدين الصيادلة بالإضافة إلى العاملين في الأقسام المرتبطة بمهنة الصيدلة تفاعلوا مع حلقات العمل المقدمة التي تناولت موضوعات مختلفة، أبرزها آخر المبتكرات الحديثة لمرضى السكري والأنواع الجديدة من حقن الأنسولين وكيفية حقنها والمشورة الدوائية لمرضى ضغط الدم ونوعية الأدوية لعلاجهم، بالإضافة إلى التطرق إلى آخر المستجدات في علاج مرض الربو وكيفية التخلص من الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها. هي فرصة لتبادل المعلومات والمستجدات الخاصة بموضوع الرعاية الصيدلانية، لأنه مثل ما عرفت قطاع الصيدلة في تطور مستمر وكل يوم في أشياء جديدة، لذلك هي فرصة بالنسبة للعاملين في القطاع الصيدلاني الخاص للمعرفة هذه المستجدات. فعالية تهدف إلى رفع مستوى الأداء العلمي والمهني للصيادلة ومساعدي الصيادلة العاملين بصيدليات المجتمع من أجل زيادة جودة الخدمة بالرعاية الصيدلانية في المجتمع بصفة عامة. رافق الملتقى معرض مصاحب بتنظيم من الشركات الدوائية والمؤسسات الصيدلانية تم خلاله عرض آخر المبتكرات الدوائية العلمية لتلك الشركات. هذه الحلقة جدا مهمة للقطاع الخاص لرفع كفاءة الكوادر الصيدلانية حتى تقدم رعاية صحية صيدلانية متكاملة للمريض. وتسعى وزارة الصحة من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات مع المؤسسات الصحية الخاصة في المجتمع إلى رفع مستوى الكفاءات والخبرات في المنظومة الصحية، ليس في الجانب الصحي الحكومي فحسب، وإنما يشمل الخاص أيضا الذي يعتبر سندا للقطاع الحكومي وصولا إلى مستوى متقدم في الخدمات الصحية المقدمة في السلطنة. محمد بن عمير الهنائي، محافظة مسقط. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى الأخبار الرياضية مع الزميلة مزون الحسنية. مرحبا يا مزون. أهلا يا عايدة، كلمة لك، تفضلي. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا. أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم العام 2016 محتلا المركز 121 عالميا في التصنيف الدولي للفيفا بعد التراجع الكبير الذي عانى منه خلال العام الجاري، ويأتي هذا التصنيف المتأخر للمنتخب كنتيجة طبيعية بعد خروجه من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وتكبده خسائر كبيرة على المستوى الودي، أبرزها الخسارة من جمهورية إيرلندا واليابان برباعية نظيفة في المواجهتين، ما دفع القائمين على المنتخب لاستقطاب المدرب الهولندي بيم فيربيك لتعديل الأوضاع والعودة بالمنتخب للطريق الصحيح في الفترة القادمة. تفوق السيب على المصنعة ونجح المضيبي في تجاوز بهلة، حقق بدية فوزا على الاتحاد وذلك ضمن الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى العماني لكرة القدم. السيب نجح في حسم قمة المجموعة أمام المصنعة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد،
ليرفع رصيده ل19 نقطة في المجموعة، فيما حقق المضيبي فوزا مهما على بهلة بهدفين دون رد، رافعا رصيده ل15 نقطة، وتفوق بدية على الاتحاد بهدف دون رد، علما بأن مباريات الجولة ستستكمل يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات، حين يحل السلام في ضيافة نزوة ويلاقي صور صلالة ويستضيف مرباط بوشهر. أقام الاتحاد العماني لكرة القدم حفلاً مبسطاً لتسليم الشارات للحكام الدوليين، وذلك بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم باستاد السيب الرياضي. وتم خلال الحفل تكريم أعضاء لجنة الحكام، كما انتهزت لجنة الحكام هذه المناسبة لتكريم طاقم حكام ذهاب دوري أبطال آسيا بقيادة الحكم الدولي أحمد الكاف وعبد الله القرداني وعلي الغيثي، كما تم تكريم مجموعة من الحكام الذين تم ترقيتهم للدرجتين الأولى والثانية. استضافت ساحة الاستعراض بالجمعية العمانية للسيارات مساء اليوم الجولة الأولى من بطولة ملك الصحراء للإنجراف، حيث شارك في هذه الجولة أكثر من 30 متسابقا من داخل السلطنة وخارجها، وتعد هذه الجولة من أقوى الأحداث الرياضية في المنطقة. وبدأ اليوم الأول من البطولة بمرحلة الفحص الفني، ومن ثم انطلقت التدريبات والتجارب الحرة، وبعد ذلك تلقى المشاركون تعليمات السباق، وشهد اليوم الأول للبطولة انطلاق الجولة التأهيلية، فيما سيشهد اليوم الختامي غدا الجمعة استكمال المنافسات. وفي الخبر الأخير عالميا، حقق متصدر الدوري البلجيكي لكرة القدم كلوب بروج فوزا على فريق يوبين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم. افتتح فريق يوبين التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق مامادو ديالو، لكن بعد أربع دقائق نجح كلوب بروج في معادلة النتيجة بواسطة رود فورنير، وفي الدقيقة 25 انتزع فريق كلوب بروج التقدم عن طريق سياب بلوندل بالخطأ في مرمى فريقه، ومرة أخرى عاد بلوندل وحول اتجاه الكرة إلى مرمى فريقه ليتقدم كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وفي الدقيقة 53 سجل بروج الهدف الرابع بواسطة جوزيه إسكويردو. إذن مشاهدين، انتهت النشرة الرياضية، وعودة إلى الزملاء. بجهود ذاتية حول مجموعة من المعلمين والطلبة المساحات الفارغة في المدرسة السعيدية بمسقط إلى واحات خضراء. الواحات الخضراء أصبحت متنفسا للطلبة والمعلمين وحافزا لتلقي المعلومات وإدراكها بصورة أفضل. التفاصيل في هذا التقرير. بين الماضي والحاضر تفاصيل كثيرة يتجاوز عمرها 7 عقود تحكيها جدران المدرسة السعيدية بمسقط. صرح تعليمي يحتفظ له المكان بأصالته، فمسقط بطرقاتها ومبانيها شاهدة على أصوات طالما رددت السلام السلطاني. المدرسة السعيدية طبعا من أولى المدارس في عمان، مدرسة عظيمة بتاريخها وكبيرة بمنجزاتها، بحكم أنها خرجت العديد من رجالات عمان الذين ساهموا في نهضة عمان خلال الفترة أو الأعوام الماضية. نسعى يعني من خلال المعلمين، من خلال البرامج التي تقدم في المدرسة، المشاريع التي تقدم في المدرسة، أن نبين للطلاب بأن المدرسة يعني تاريخية ولا بد لنا من المحافظة عليها. جهود معلمي المدرسة بدت واضحة في جعل مرافقها أكثر رحابة تبث الراحة في النفس، فمجموعة من المعلمين والطلبة تكاتفوا لتكوين هذه الواحة الخضراء. واحة الإبداع فكرة جاءت يعني مستوحاة من رغبة الطلاب لمدرسة أفضل أو لبيئة أجمل،
وكان عمل يعني متكامل من قبل إدارة المدرسة، معلمين المدرسة، منفذين المشروع، أيضا الطلاب كان لهم دور كبير في الواحة. حولنا المكان هذا من مكان شبه مهمل إلى فصل دراسي يتم من خلاله تكريم الطلاب. مساحة كانت شبه فارغة تم استثمارها بشكل مميز لتكون متنفسا للمعلمين، ويكافأ فيها طلبة الفصول المجتهدة بإقامة حصص دراسية. في الصف شوية أحس أنه جو ضيق، هنا الحمد لله الجو من فوق مفتوح، نقدر نشوف على كيف كيف، نشوف أشجار خضراء ونقدر نشوف طلاب نحن نذاكر، الجو حلو الحمد لله. المدرسة السعيدية إرث تعليمي وجب الحفاظ عليه، فها هي الأجيال تتوارثه، فموسى كان طالبا ينهل العلم على أيدي أساتذته، يعود هنا ليس ليستذكر أيامه بل لينقل رسالة العلم إلى طلاب مدرسته. أنا من خريجي مدرسة سعيدية، درست فيها والآن أدرس فيها. سابقا كانت مبنى بسيط كنا ندرس فيه، والآن حصل تطور في جميع النواحي، المبنى والأدوات، كل نواحي التعليم حصل فيه تطور. أفكار بسيطة تصنع فارقا كبيرا حين تستثمر في الموجود، ومدارس العلم بيوت ثانية تربي الأجيال وتعلم النشأ، والاعتناء بها واجب، وجب أن يلقى الدعم والتقدير. انتصار بنت حبيب الشبلية، محافظة مسقط. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. مواكبة لنمو حركة الطيران، تدشين مركز مسقط للمراقبة الجوية ليستوعب أكثر من 1500 طائرة يوميا. الأمم المتحدة تقر تشكيل فريق لجمع أدلة حول جرائم حرب في سوريا، وعمليات الإجلاف حلب تدخل مرحلتها الأخيرة تحت أنظار مراقبين دوليين. في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. إلى اللقاء.